على الفرديه اللي تبي تدخل، على اللي تبي ترقم، اي شوط هذا دوري، هذا دوري عند صفقه بمبلغ لم يفصع عنه، دوري عند الناس ما يعرف. وهذا ورا الساكت الحين اليوم يا عيال المباراه بمن من قالها محمد ما تسمع بصدق انا ما ادري الحين ان شاء الله يرضى عليك. يلا روح تطلع من هنا والله يا علاك سكبه اللي يشوفك انه ينغر فيك، لكن من الحين يهرج يدري انك تسحب الجولي. عندي تعقيب على كلامك اللي تقول غياب مالكم. الهلال يمكن هو النادي الوحيد الذي لا يقف عند غياب لاعب ولا يتاثر بغياب اي لاعب. يا ذا كلام يا ولد سافيت غاب عنهم في مباراه العين، شوفوا الصار. ايه كان عليك اصبر اصبر عليك كاس الملك اصبر كاس الملك غايب اثنين عندنا اثنين مطرودين من المباراه. بلوط وعلقم اسمع بالله عليك باختصار بلوط وعلقم باختصار يا بلوط باختصار باختصار الهلال يحب النهائيات وراح ياخذها غصب باختصار. الهلال ما يطلع من بطوله كذا لازم يطرد منهم لاعبين اخر المباراه يقول انا مطرود مني اثنين. النصر مطرود منه من الدقيقه 60 يوم راحت لياك تنطرد منك لاعبين. ليتك سجلت ليتك فزت منك سجلت على كذا ليتك فزت مني لاعب وبغيت تروح ما غير وانت تقارن النصر بالهلال. الهلال خير اسمع الحل عندي يا ولد يا ولد الريجينا طلب فرص التحدي الوعد بزين الطائف الربيع. اسمع يا غازي قسما بالله والله العظيم ان الليله فايزين فايزين والله احنا فايزين 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 نعم والله نعم والله اللي يفوز فايزين 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 والله ما ادري تعال النهائي تعال يمينك هذا شوي تخلص من التعاون ثم والله خليك انت اللي تبرش تخلص من التعاون تعال النهائي شوف كيف اسوي الظاهر اني بترك تشجيع الهلال والسبه سعيد فوزان وغازي انطلق قلبك قوي والله دايم وجهي ركبة على الفريق اذا حضروا المباراه ولا شجعوه يا ولد يا ولد مشان الوقت معانا والتحدي الليله نشوف من اللي بيفوز مشينا تفكر انت انت تحلف مثلهم يا شهراني لا ما بحلف احلف على كوره مجنون زي المجاني ذولا مشينا بس خلق شهراني شوف شوف الرجال اللي بعد موقعة الحويه ما عاد يهرج من قال لما كان يتحدى هذا يوم حلقنا راس يوم حلقنا راس احنا بخير على فكره على فكره على فكره على فكره شفت موقعة الحويه تذكرها زين اذكرها زين كانت كم احد ينساها 15 اغسطس كانت كلهم كلهم اليوم احنا 13 اغسطس اسمع وباذن الله وما جبت وما جبت لنا البطوله هذه حول التاريخ ان شاء الله باذن الله نبي نفوز باذن الله على الاهلي وموقعة الحويه نبي نكررها في ابها ان شاء الله موقعة الحويه تراها وديه على وديه على فكره وديه ما جبت لنا البطوله هذه والله ان شاء الله من جالهم مشروب باذن الله يا غازي يقول بنعيد مع موقعة الحويه يا رب انها تصير في ابانا للنصر باذن الله يا رب والله ما ادري النصر اموره شوف الطريق ما العز انت خذ النصر الصياح وانا اخوك لا تسكت ان شاء الله بيجيب النصر. السلام عليكم يا اهلا. اقوال العرب عن الرقم ثلاثه عجيبه جدا. تقول العرب عن الرقم ثلاثه لا ترتاح حتى يغادرونك. الوسوسه والدين ورفيق السوء ثلاثة إذا تأخرت فيهم ذهبت فائدتهم. صلاة المغرب، الوليمة، التعزية، ثلاثة اقطع جسر التواصل معهم. الأحمق، قليل المروة، قليل الهمة. ثلاثة لا تصاحبهم حتى لو كانوا من أقاربك. الحسود، صاحب العين، عاقل والدين والعياذ بالله. شكرا يا ولد. بطل السوبر السنة اللي راحت بيفتتحها اليوم، واليوم سوبر على سوبر مع دخول الدنيا كلها سوبر. شوف عطرات السوبر هنا تعال شوف تعال بس تعال قرب 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 يا عيال بدون استفزاز عشان ما اتركم الحالكم وانا امشي. والله ان شاء الله تعلم معنا والله الاستفزاز هذه حقائق وشيء ثابت. اليوم يوم الهلال يوم النصر الله يسلمك. السلام عليكم ابو عبد الله شلونك؟ طيبين. اسمع يا ابو عبد الله اليوم افتتاح كاس السوبر نبع عطورات السوبر اجمع عطورات دخول الامارات. كفو يا ابو عبد الله راعي الهلال وراعي الطيب يا سلام يعني ما انت مقصر معنا ولا مع الجمهور ابدا. سم ما دمشت طالبين كل يوم ما تردنا اليوم يوم الهلال واليوم افتتح السوبر وحنا نستاهل والجمهور يستاهل يستاهلون يا عيال انتم ضامنين انكم تفوزون نعم ان شاء الله نفوز والله نامنين والله ونبى نفرح بباقه وبفوز كلها. شوف اولا عطور دخون باذن الله ان كلها سوبر كف كف فانتم اليوم توقعوا كم تكون النتيجه واختاروا عطور يا سلام يعني تتوقعون النتيجه والباقه تكون على قد النتيجه انتم متوقعينها سهله وبسيطه دائما كم التوقع؟ 4-2 4-1 ابى اكثرها 8-1 لا لا توقعك الصحيح 4-1 4-3
4-3 بس كلهم أربعة صفر وفيها طرد وفيها بلنتي. اي نعم البلنتي على من؟ على الاهلي. طيب انا اقول لك 4-0 للهلال اكيد. والاحمر على الاهلي بعد كلها على النتيجه توقعها 2-0. لا يا حبيبي لا انا توقعك لك انت حالك. احنا توقعنا 4 والرجال ممسوك بلساني يا ابو عبد الله. لا قال كلمه يحتمي اياها. توقعي ما له دخل بالباقه. اذا قالوا 4 تصير 4. يا سلام سوبر ابو عبد الله. هات عطرات السوبر. اسمع اول عطر في السوبر يا ناصر. عطر بابا بابا. أوه. ما شاء الله بدا بالثقيل. صحيح هذا يعتبر من اروع ما صنع الدخول الامارات. اي والله اي والله. عطر فيه خوخ فيه مانجا فيه زهور فرنسيه. عطر انت تحبه يا غازي وكلنا نعرف انك يا ولد يا خوخ انت تقول يا عرموط يا مشمش. هذا العطر اللي كان ترند مع الشاعر الكبير مانع بن شلحاط. هذا واحد من أجمل العطور عند دخون الإماراتية. نعم. يا شباب والله العظيم لو بتخيروني وأنا داخل أي فرع لدخون الإماراتية بتقول وش أول عطر تختار؟ والله بختار هذا. نعم. خرافي نسائي رجالي بعيد كل البعد عن الرسمية. الأول هذا رأس حربة. عطنا منه الجناح. خات الجناح. الثاني راح يكون عطر بالكيس. لا لا كذا غش يعني عشان الباقة هلالية تختار أفخم العطور. بيجي دور النصر إن شاء الله ما نقصر. بيض الله وجهك. أقول لك حاجة باقة محسومة من الآن. لما نحتفل من الآن. والله بلقيس هذا ذوقها مختلف في العطور. إن عطرها المفضل من دخول إماراتي. يا سلام سلام يا سلام. الله أكبر الله أكبر. صدق داعي الله. هذا العطر فيه أناناس وفيه بودر يعتبر من أفضل العطور النسائية للاستخدام اليوم. يا سلام. الله السوبر رقم 3. العطر الثالث راح يكون الكراون بلاك. هذا يا غازي هذا العطر هذا على مسؤوليتي انا والله. يا هذا يا غازي عطر نسائي رسمي لخواتنا اللي يبون يحضرون المناسبات. عطر صراحه ما ينتفوت. عطر مميز جدا فيه فواكه وفي زهور فرنسيه. هذا طال عمرك مثل الجوكر تحطه اي مركز يلعب ما عنده مشكله. اي مكان ابو عبد الله يمشي صح الى الان معنا بقته هنا. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. اقول لك حاجه شفت التشكيله هذه لو تلعب ضد فريق نجوم العالم فازع. بعده بس نبي الحاسم. العطر الرابع. اي على نفس الوزنيه. مقدم مشي حد. انا مشي حد لحقتنا بتمون عليك ولا مموت. تمون والله. تراني طالبك الربع العطر الرابع عندنا. اختار. ها وش تبي تختار يا ابو عتيبه؟ الحين بتفلسف عليك ابو النصر. جملها الحين بقفلها صح. تبون الحسمه من بدري. نعزمها. تبون سوداوس من بدري. جحفلها. هذا العطر اللي يحبه غازي مطيري. على الرجل كلنا نحبه. هذا عطر الجحفله. والله يا ابو النصر إن بالله عليك ان اكثر العطورات اللي انا استخدمها شخصيا في بيتي. اي والله عطر يا جن. تبي تلبس ثوبك وشماغك تعطر منه تدعي لي. هذا من اقوى العطورات الرجاليه. الناس اللي يلبسون ثوب وشماغ باستمرار والله لا يفوتهم هالعطر. وهذا العطر اول عطر انت اعلنت له عن في دخول الامارات. هذا العطر اللي عرفنا على دخول الاماراتي. نعم. وايقونه الدخول الاماراتي هذا قبل 5 سنوات. ما شاء الله خرافي هذا العطر. اي والله العظيم هذا عطر يا غازي تعبنا وحنا نتكلم عنه. خلاص اصبح بس نطلعه للكاميرا وخلي الجمهور يسولف عنه. امانه راح يدعون لك اليوم الجمهور على كل العطور بس في عطر تحديدا راح يشكرونك عليه. عارفه هذا المزيون. اشهد بالله. الصدق 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 ان غازي يوميا يستخدمه. يعني ما هو غازي الحاله كلنا نستخدمه ما شاء الله تبارك الرحمن. لا وفي باقاتنا الهلاليه وش تبي غير بس.